Hi Susan, where are you? Great, don't be late, please. Bye. أحمد، أنا عايزة أعدي عليك في الشركة بكرة. عايزة أقعد معاك قعدة طويلة شوية علشان تفهمني التفاصيل. عايزة أعرف كل حاجة. يعني مش عايزة سعيد يحس إن هو معزول عن شركته. المهم، طمنوني عليكم، عاملين إيه أنتوا؟ احنا تمام زي الفل. بصوا، انا عارفة ان انتوا يعني متجوزين على ورق، خاصة مع الدروب اللي حصل لسعيد ده، بس يا ليلى يعني انت ممكن ترجعي بيتك دلوقتي يا حبيبتي. لا، انا مش هسيب بابا، هفضل قاعدة معاه، ده طبعا بعد اذن احمد. اكيد طبعا يا حبيبتي. هو انا عارفة ان انتوا ما سبقلكوش جواز، و يعني عارفة المشاكل، انا بس عايزاكوا تساعدوا بعض. يعني انتي مثلا لو محتاجه مني اي مساعده، اي نصيحه. هو واضح بس ان الدكتوره مش واخده بالها من الفرق. اني فرق؟ الفرق ان انتي الاول كنتي الدكتوره بتاعتي، دلوقتي انتي مرات ابويا. اوكي، بس زي ما انتي قلتي، انا اعرفك انتي الاول. انا بس عايزه اساعد على فكره، مش قصدي خالص ان انا اقتحم خصوصياتكم. عن اذنكم. اتفضلي. اهلا مصطفى. ايه ده؟ ازيك يا فريد؟ عامل ايه؟ تمام. عامل ايه؟ الحمد لله. مش كنت تقول يا ابني انك هتيجي النهارده؟ اه. ها، طمني، اخبار حاله اخ سعيد ايه؟ رجع البيت. طب الحمد لله، احسن يعني؟ يعني طب ايه مالك؟ ايه رايك نكلم نادر ونخرج في اي حته تانية؟ لا بلاش، ماليش مزاج. مصطفى، في حاجه تانية مضايقاك غير تعب انكل سعيد؟ اتكلم بس، قولي في ايه. بلاش اتكلم يا فريد، لو اتكلمت في ناس كتير قوي هتزعل، خليني ساكت احسن. حضرتك تحب تطلب حاجه؟ اه، ممكن واحد موكا لو سمحت. انت بتعمل ايه؟ هو انا خلصت؟ اتفضل. في ايه يا مصطفى؟ ده ولد غلبان يعني. هو انا عملت له ايه؟ هو خلاص الناس كلها بقت غلابه وانا بس اللي شرير؟ مش قصدي يا اخي يعني، بس اهدى شويه. للدرجه دي مش طايق تسمع حاجه من حد؟ فريد، اسالك سؤال وترد عليا بصراحه. اتفضل. انت شايفني ازاي؟ شايفك ازاي؟ مصطفى، انت اقرب صاحب ليا في الدنيا، واكيد طبعا شايفك انسان كويس جدا، بس انا مش فاهم انت عامل في نفسك كده ليه. مش مهم تفهم، مش مهم حد يفهم حاجه. انا حاسس ان انا في كابوس، نفسي اصحى منه الاقي حاجات كتير قوي ما حصلتش، بس للاسف مش هينفع. يعني ايه يا مصطفى؟ يعني خلاص، نقطه ومن اول السطر. نرمين، نرمين، نعم. أنا عايز أقعد. في حاجة؟ عايز أقعد. بالراحة. حاجة وجعك؟ أنا نمت قد إيه؟ يعني تقريبا ربع ساعة مش أكتر. أنا حاولنا. نايميني نايميني نايميني. مش قادر. مش قادر. حاضر حاضر. ثانية واحدة أعدلك المخدة. سوري. يا ليلى فين؟ ليلى راحت بيت جوزها. مش أنت كنت عايزة تروح بيت جوزها برضه؟ طيب. طب شربيني تاني؟ حاضر. شربيني تاني. حاضر. الساعة كام؟ مش عارفة، بس تقريبا كده يعني ممكن تبقى واحدة. أنا بتعبك معايا أوي يا نرمين. تعبك راح يا حبيبي.
قال لي انه مانو جاي وطلب مني اقول لدادا هاد يتحضر له الشنطه تبعه. ممكن اعرف شو صار لكل هاد؟ زعلان هو وبابا، وحاولت افهم في ايه او احاول اصالحهم ما عرفتش. وبعدين بابا تعب وتشغلت جدا معاه. الله يهديك يا مصطفى. مساء الخير. هاي ازيك بقى؟ الحمد لله تمام. اخبارك يا حبيبتي؟ دادا ممكن تحضري شنطه الهدوم بتاعت مصطفى؟ مصطفى هنا؟ لا هو بعت لنا علشان تاخد شنطه هدوم. ايه قال لي تحضري له الشنطه الكبيره السوداء وقال انت بتفهمي عليه. اه طبعا حاضر من عيوني حبيبتي. شويه واجيب حالي. مساء الخير. مساء الخير. ايه الاخبار يا دكتور؟ طمني على بابا. طمني جدا، بابا كويس وزي الفل، وعلى فكره بيتحسن بسرعه قوي، بس فاضل بس ان ارادته تبقى قويه. وانت خدي بالك من الموضوع ده. شفتي اراده عمو سعيد حديديه. طمني خانو يا رب. معلش سوري نسيت اعرفكم. لنا بنت خالتي. هاي دكتور ابراهيم، دكتور العلاج الطبيعي بتاع بابا. اه اوكي اهلا وسهلا تشرفنا. اتفضل بس انا هطلع اطمن على بابا. طيب انا اتفضل. باي حبيبتي. اهلا وسهلا تشرفنا. اه انت لبنانيه؟ اه لبنانيه من بيروت. اوكي انا قعدت هناك على فكره سنتين. عن جد؟ وين قعدت؟ قعدت في الحزمية. اه الحزمية حلوة كتير. لا انا من ساقية الجنزير، بتعرفها؟ حد فيردان؟ اه طبعا، ده انا لقيت واحد صاحبي ساكن هناك، دكتور برضه زي، كنت بزوره كتير قوي. اه حلو. لبنان حلوة قوي على فكرة. ثانك يو. وبناتها زي القمر. ميرسي. مهضومين كتير. ميرسي.